يصل بأحر التعازي للأسرة الصحفية المصرية التي فقدت صباح اليوم كاتبا صحفيا أسرى الحياة الصحفية، هو الكاتب الصحفي الراحل الكبير الأستاذ لويس جريس، الذي رحل عن دنيانا اليوم عن عمرنا هذا 90 عاما، وهو أيضا كان زوج الفنانة الكبيرة الراحلة سناء جميل. رحم الله الفقيد، أسكنه فسيح جناته، عوض الأسرة الصحفية بأمثال هؤلاء الأبزد. فاصل قصير.